بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني ان اكلم زملاء الاعزاء سواء حديث التخرج او اخواننا طلبه كليه الطب عن introduction of imaging modalities. معكم دكتور احمد مختار ابو الدهب، مدرس مساعد في قسم الاشعه كليه الطب سوهاج. عن الايميجنج موديلتيز المختلفه هيكون الحوار بتاعنا النهارده. هنعرف حضراتكم انواع الايميجنج موديلتيز المختلفه، الاستخدامات بتاعت كل واحده، الادفانجز ديز ادفانجز، اند ازاي ممكن الطبيب اللي هو مش دكتور اشعه يكون عارف كيفيه المدى الاقصى للاستفاده من الايميجنج موديلتيز اللي ممكن تساعده في التشخيص. اول حاجه بنقولها عن الايميجنج موداليتيز ان راديولوجي از نوت ماجيك. كتير من الناس وكتير من الطلبه او الدكاتره مش دكاتره الاشعه بيتهيالهم دكتور الاشعه ده بيتكلم في حاجات وهميه، لكن الحقيقه ان علم الاشعه ده علم ودي بيزكس ومن العلوم الهامه جدا في الدايجنوزس. ان لم يكن هو العلم الرئيسي اللي بيعتمد عليه الدايجنوز في emergency state. الريليشن بين الراديولوجيست اند نارديولوجيست مشكلتها ان التعامل ما بيننا بيكون في كونفليكت، بمعنى ان الراديولوجيست هو مش عارف هو عايز ايه من الايميجنج موداليتي، والراديولوجيست مش قادر يتفهم ان الدكتور زميله مش واصل له الفكره هو ممكن يستخدم ايه من الايميجنج موداليتي. علشان كده الديلينج ان بتوين اس لازم يكون ان هارموني ان سيمفوني بات نوت ان كونفليكت. طيب لو قلنا الايميجنج موداليتيز الموجوده عندنا حاليا هي عباره عن ايه؟ از انيموريشن الايميجنج موداليتيز المختلفه ممكن تكون كالتالي: رقم واحد الاكس راي، ودي اشهر واقدم الايميجنج موداليتيز، وبعض الناس بتتخيل ان الاكس راي هي الايميجنج موداليتيز الوحيده. رقم اثنين الالترا ساوند، ويندرج تحت الالترا ساوند الدوبلر. رقم ثلاثه السي تي، واللي هو الكمبيوتر توموجرافي، الماجنتيك ريزونانس ايميجنج ام ار اي، الراديو ايزوتوب سكان، البيت اند سبكت سي تي، ودي من الهايلي ادفانسد ايميجنج موداليتيز. الاكس راي، الاكس راي وهي عباره عن الاشعه العاديه اللي الناس كلها متخيله ان الاشعه ما هي الا اكس راي، وان دكتور الاشعه ده هو دكتور حط قدامه فيلم ابيض في اسود وبيكتب في التقرير ليه. الاكس راي طبعا هي من اقدم المدارس اللي عندنا. اكتشف الاكس راي العالم ويليام رونتجن سنه 1895، كان بيدرس اشعه المهبط. اشعه المهبط زي ما درسناها في الفيزياء في الثانويه العامه بتكون انبوبه من الازاز مفرغه وفيها طرفين كاثود وانود، طرف موجب وطرف سالب، وبيمر في بيهم تيار كهربي هاي فولتج بفولت عالي. اثناء ما هو بيدرس اشعه المهبط كان حاطط جنبه مواد مختلفه، منهم مواد ماده ليها خاصيه اسمها الوميض الذاتي. الوميض الذاتي دي يعني الماده دي لما بتتعرض للاشعه بتطلع ضوء. وليام رونتجن لما شغل الانبوبه بتاعته لقي ان اللوح من الماده دي بدا يومض، بدا يعمل وميض يتوهج. اعتقد رونتجن ان ده انعكاس للضوء من الانبوبه، غطى الانبوبه بتاعته بكرتون وشغل الانبوبه برضه لقي مازال الوميض مستمر. راح غطى ضلم المكان وغطى الانبوبه بقماش اسود برضه لقي الوميض مستمر. استنتج رونتجن ان في اشعه مجهوله بتطلع من الانبوبه دي وبتاثر على اللوح ده فسماها اكس راي، اللي احنا بنترجمها باسم الاشعه السينيه يعني الاشعه المجهوله. طبعا الاشعه الاكس راي بعد كده اتفسر كونها وطبيعتها وكل حاجه فيزيائيه عنها، لكن ظل التسميه بتاعتها احتراما لمكتشفها العالم ويليام رونتجن باسم الاكس راي. وده شكل اول فيلم اكس راي في التاريخ لايد مرات ويليام رونتجن. طبعا هو الراجل حب يجرب على مراته، قال لو كانت الاشعه العاديه حاجه كويسه خير وبركه هدخل التاريخ معايا، لو كانت الاشعه العاديه حاجه وحشه يلا يبقى خلاص هيرتاح منها. طبعا رونتجن حصل على جائزة نوبل سنة 1901 على الاكتشاف بتاعه. الاكس راي
كان بدأ استخدامها في أوروبا في القرن الماضي استخدام خاطئ جدا. يمكن تستغربوا لو قلت لكم الإكس راي كان استخدامها في محلات الأحذية. إزاي؟ علشان يعرفوا مقاس رجل الست يصوروا رجلها بالإكس راي، وكانت طريقة للدعاية مبالغ فيها، لحد ما اكتشفوا السايد افكتس بتاعت الإكس راي والهازردز بتاعتها، وبذلك كان استخدام الأونلي ميديكال يوز أوف إكس راي. أثناء محاضرة النهاردة هنتكلم مع بعض في كل موداليتي. التقرير بيجي لك ومكتوب فيه غالبا كلمة معينة هي اللي بتعبر عن الإيجن، احنا هنقول عليها كيورد. كيورد هي كلمة السر بتاعتنا اللي بنوصف بيها الليجن في كل موداليتي مختلفة. على مستوى الاكس راي الكيورد بتاعتنا هي كلمة اوباسيتي. اوباسيتي اما الحاجة اللي هنوصفها هتكون راديو اوبيك او راديو ترانسلوسنت. طيب خلينا نشوف ايه معنى راديو اوبيك ومعنى راديو ترانسلوسنت. راديو لوسنت هو عبارة عن اوبجكت اللي الاشعة العادية نزلت عليه فاخترقته ووصلت للفيلم فظهر لنا باللون الاسود، زي اللنج والاير بيعدي الاكس راي بتوصل للفيلم فبنلاقيها باللون الاسود. بينما راديو اوبيك معناها هو الاورجن او الاستراكشر اللي الاكس راي نزلت عليه فامتصها وما وصلش للفيلم فبيظهر لي ابيض زي البون مثلا زي العظم، فبقول عليه راديو اوبيك. مثلا ده فيلم النيل، لما بصور فيلم نيه بقف العيان كده بيكون الفيلم وراه ومصدر الأشعة أهو، بتنزل الأشعة العادية عليه بتخترق حاجات وبتمتص بحاجات. البون مثلا بيمتص الإكس راي فبيبان لي أبيض، بينما السوفت تيشو الإكس راي بتنفذ منه وبيبان لي بدرجات الأسود المختلفة، يعني راديو ليوسين. يعني ده شكل الفيلم، شايفين البون هنا أبيض إزاي بسميه راديو أوبيك، بينما مثلا الكارتليج السوفت تيشو بيكون بقى بدرجات متفاوتة راديو ترانسليوسنت. طيب ايه رأيكم في الفيلم ده؟ ده شكل الهاند من غير ما صورها اكس راي، وده شكل الهاند بعد الاكس راي. مبدئيا حد شايف ابنورماليتي في الفيلم ده؟ هنبص هنقول البون كويس، مفيش فراكشرز، مفيش تيومرز، مفيش اي ابنورماليتي، لكن الحقيقة لا، ده فيه صباع زايد كامل. ودي مشكلة الأشعة عامة، إن ساعات الأبنورمالتي تبقى very prominent لدرجة إنك ما تشوفهاش. لكن ما علينا، إحنا الهدف من الفيلم إن إحنا نشوف إزاي البون بيبان راديو أوبيك بينما السوفت تيشو بيبان راديو ترانسلوسنت. ده تركيب أنبوبة الإكس راي. ببساطة هي أنبوبة مفرغة ما فيهاش هواء من الزجاج البايركس المتحمل الحرارة، فيها طرفين، طرف سالب اللي هو الكاثود وطرف موجب اللي هو الانود. الكاثود ده اللي هو بيكون فيه فيلمنت كده، يعني فتيل بمعنى اصح، بيمر فيه تيار كهربي بفرق جهد عالي جدا، عشرات الالاف من الفولتات، بيتولد منها فلود اوف الكترونز، فيضان الالكترونات اللي بتصطدم بالانود، وبيتولد منها الاكس راي اللي احنا بنستخدمها في التشخيص. يعني ده التمثيل للبروسيس اللي بتحصل، ازاي بيحصل توهق في الفيلمنت بيطلع منها فلود اوف الكترونز وبيتولد من خلالها الاكس راي. زي كده برضو ده دايجرام بسيط بيوضح لي ازاي الالكترونز بتطلع من الكاثود للانود وبتدي الاكس راي. ده شكل جهاز الاشعه العاديه، الشكل العادي للجهاز. اي جهاز عاديه اشعه عاديه بيتكون من التيبل او الترابيزه اللي بنام عليها العيان، وهنا بيكون المكان اللي بحط فيه الكاسيت اللي بيكون جواه الفيلم، ودي الأنبوبة وعليها بعض زراير الكنترول الدايركشن والارتفاع واللايت اللي بظبط بيه الفيلم بتاعي، وده اسمه ستاند باكي لو العيان هيتصور واقف زي في فيلم شيست اكس راي او الابدومين او هكذا، بيكون ده اسمه ستاند باكي. ده برضو شكل جهاز الأشعة العادية. هل معنى كده ان الأشعة العادية دي ما بيكونش في منها غير جهاز الأشعة العادية المعتاد اللي احنا شفناه؟ لا، في حاجة اسمها Special X-ray Equipments، دي عبارة عن أجهزة X-ray محورة لاستخدامات خاصة غير الاستخدام العادي. زي ايه؟ أول حاجة الفلوروسكوبي. الفلوروسكوبي ده اللي احنا بنسميه الأشعة التناظرية، يعني إن أنا بدل ما أنا بصور الفيلم الأشعة
وبحمضه وباخد الصوره على فيلم. لا ده انا ده الجهاز ده وظيفته ان انا اثناء ما انا شغال بشوف الاورج اللي انا بصوره لايف على المونيتور ده، بكون شغال في تحت رجلي فوت سويتش بدوس عليه تشتغل الاشعه العاديه بتصور العيان لايف، بحيث لو انا اقدر اخد الاكس راي او الفيلم بتاعي للقطه في لحظه معينه زي كده. ده شكل البيشنت مثلا اثناء ما هو بيتكلم او بيحرك بقه تحت الجهاز الفلوروسكوبي، بتكون الصورة بالشكل ده. ده مثلا مثال لحركة الركبة تحت الفلوروسكوبي، ان انا بصور الحركة لايف. شايفين دي الفيمر وادي الباتيلا ودي التيبيا، والعيان بيفرد ويثني رجله تحت الجهاز الفلوروسكوبي. طيب ده مثال تاني، ده الأشعة بقى بالباريوم، الأشعة بالصبغة. ده عيان أنا بعمل له باريوم سوالو، واضح الباريوم أهو، العيان بيبلع الباريوم وبيعدي أهو. الأبنورماليتي فين؟ أهي في دايفرتيكولم أهو، أدي المسار بتاع الباريوم ماشي كده، لكن هنا في دايفرتيكولم بيحصل لاجنج أو أكيوميليشن للباريوم فيه. نلاحظ ان احنا لو صورنا العيان من غير فلوروسكوب يمكن نصوره في اي فيز من دول ما نشوفش الدايفرتيكولم، لكن لما انا شفت البروسيس بتاعت الديجلوتيشن لايف قدامي قدرت احدد فين الابنورماليتي، وهقدر بعد كده اصور الفيلم على في اللحظه اللي انا عاوز اوضح فيها الابنورماليتي او الليجن. طيب من ضمن الحاجات اللي بيستخدم فيها الفلوروسكوبي الانجيوجرافي. الانجيوجرافي دي عبارة عن أشعة بالصبغة على الشرايين، إن أنا يعني هو مالناش دعوة بالتكنيك، لكن أنا بحقن الصبغة في الأرتريز بتاعت البيشنت وبصور لايف قدامي، بكون شايف الأرتيريال تري، بقدر أشوف لو في أي أبنورماليتي، بقدر من خلالها آخد لقطة أو صورة للستيت اللي فيها الأبنورماليتي واضحة خالص. طيب الماموجرافي ده أحد السبيشال إكس راي إكويبمنتس. الماموجرافي ده هو عبارة عن جهاز الاكس راي المسؤول عن تصوير البريست تيشو. الاناتوم بتاع البريست تيشو علشان هو سوفت اورجن ما ينفعش ان انا اصوره على جهاز الاشعة العادي، لكن جهاز الماموجرافي بيكون ليه لو فولتج مناسب لتصوير الكومبوننت بتاع السوفت تيشو بتاع البريست. ده بيكون كافية استخدام الماموجرافي، وده مثلا شكل بيناين ليجن فايبرادينوما في فيلم الماموجرافي. طيب طالما بنتكلم عن الماموجرافي يا ريت نقول بليز دونت ريكويست ماموجرافي اكسبت وين انديكيتد اند افتر الترا ساوند اكزامينشن. ليه؟ لان الماموجرافي طبعا ليه هازارد زي زي اي اكس راي، ممكن يكون بريسبتيتنج ل كانسر بريست، علشان كده نستخدمه فقط وين انديكيتد. ده بالنسبه لاول موداليتيز وهي الاكس راي. نيجي للموداليتي اللي بعد كده وهي الالترا ساوند ايميجنج. الالترا ساوند اللي هو بيسمى خطا الاشعه التلفزيونيه، مفيش حاجه اسمها اشعه تلفزيونيه، لكن في حاجه اسمها الترا ساوند او السونار. فكره الالترا ساوند جات من فكره الرادارات البحريه، ان انا عندي مصدر بيطلع الترا ساوند ويفز، موجات فوق صوتيه بتمشي في وسط ما بتصطدم باوبجكت ما وبيرتد منها الالترا ساوند ويفز، يتم استقبالها مره اخرى في المصدر. لكن هل هي الفكره الوحيده؟ لا، في الطبيعه في عده انيمالز بتستخدم الالترا ساوند في حياتها في معيشتها، زي الباتس، الخفافيش، الدولفينز. الحيوانات دي بنفس الفكره بتعيش باستخدام الالترا ساوند، بتعتمد عليه في اصطياد الفرائس بتاعتها. الالترا ساوند انا ليه سميت بالمناسبه ده شكل الجهاز في بدايه اختراعه، ده تحس ان هو كان جهاز من ايام الكفار، لكن هو في حقيقه الامر طالما فكرته من الرادارات البحريه فكان فكرته ان بيتم غمس العيان في مياه زي ما انتم شايفين، وبيكون في مصدر بيطلع الالترا ساوند ويفز في مياه وتصطدم بيه البيشنت تيشو وترتد تاني.
طبعا جهاز مختلف تماما في شكله زي ما انتم شايفين عن شكل الجهاز الحالي اللي هو بالشكل ده. ليه الترا ساوند؟ الترا ساوند يعني موجات فوق صوتيه. ودن الانسان بتسمع ترددات من الصوت ما بين 20 ل 20 الف هرتز او 20 ميجا هرتز. الميجا تساوي 1000، 20 الف هرتز يعني 20 ميجا هرتز. فالاذن البشريه بتسمع من 20 ل 20 ميجا هرتز. تحت ال 20 هرتز دي بنسميها بيتش اور انفرا ساوند، واعلى من 20 الف هرتز بنسميها الترا ساوند، يعني موجات فوق صوتيه. ده شكل الجهاز بتاعي، وبيكون ليه مكونات مختلفه. الشاشه اللي انا بشوف عليها، الكيبورد اللي انا بدي عليها الكوماندز والاوردرز او الداتا اللي انا بكتبها، واهم جزء في الجهاز هو البروب. البروب او المقاس. البروب ده هو عباره عن الاستراكشر اللي بيطلع الالترا ساوند ويفز وبيستقبلها تاني وبتحول لي الى صوره على الشاشه. في تصميمات مختلفه من البروب، في حاجه اسمها كونفكس بروب او لينير بروب، ترانس فاجينال، ترانس ريكتال، حسب الاستخدام بتاع البروب. البروب مش مجرد بيكون الشكل بتاعه مختلف، لا ده التردد كمان. يعني البروب الكونفكس ده اللي بستخدمه في الابدومينال اكزامينشن، ده بيكون التردد بتاعه اباوت 3.5 ميجا هرتز. ده بيكون مناسب لفحص الابدومين الاوبستريك والجاينيكولوجيكال ستاديز. بينما في بروب بيكون اسمه لينير بروب، بيكون الصرف السطح بتاعه مستوي، ده بيكون التردد بتاعه من 5 ل 7 او 10 ميجا هرتز. التردد الاعلى بيكون مناسب فور مور ديتيل اند ليس ديبس. يعني كل ما كان تردد البروب بتاعي اعلى، كل ما كنت بفحص اورجان اصغر او مساحه اصغر بمور ديتيلز. فالبروب اللينير ده بينفع لاستخدام اكزامينشن اوف بريست او ثايرويد او اي سمول اورجانز لايك ذس. ده شكل بروب الكونفكس، ده البروب لينير اللي قلنا عليه. طيب الالترا ساوند بيتكون ازاي؟ في خاصيه اسمها بيزو الكتريك افكت. بيزو الكتريك افكت ان الالكتريستي لما في ستراكشرز معين او كريستال معين من ماده لها خاصيه اسمها البيزو الكتريك افكت. المواد دي لما بتتعرض للكهرباء بيحصل لها فايبريشن وبتطلع الترا ساوند ويفز، تمام؟ والالترا ساوند ويفز لما بترجع تاني الكريستال دي بتتحول مره تاني الى الكتريستي. فبهذه الطريقه البروب بيكون هو السورس اللي بيديني الترا ساوند، والريسبتور اللي بيستقبل الترا ساوند اللي مرتده تاني من العيان. على هذا الاساس لو قارنا الالترا ساوند بالاكس راي، هنلاحظ ان الاكس راي كانت بتعتمد على البنتريشن. الاكس راي كانت بتخترق البيشنت وتجز مختلفه وبتكون لي صوره، بينما الالترا ساوند في الدياجنوز بيعتمد على الريفليكشن. الالترا ساوند بتصدر من البروب، بتسقط على التيشو المختلفه وبترتد تاني وبيستقبلها البروب يحولها الى صوره. طيب الكيورد، احنا قلنا ان الكيورد بتاعتنا في الاكس راي كانت اوباسيتي، راديو اوبيك وراديو ترانسليوسنت. الكيورد بتاعتنا هي ايه؟ هي كلمه ايكوجينيستي، بمعنى الحاجه اللي بتبان لي بيضه بالشكل ده بسميها هايبر ايكويك. ليه هايبر ايكويك؟ ايكو يعني صدى، والحاجات اللي بتبان لي ابيض هنا بتكون عملت لي ريفليكشن الالترا ساوند ويفز بقوه، فبقت اسمها هايبر ايكويك، يعني عامله لي صدى بقوه فبانت لي بيضه. بينما الحاجات اللي بترد لي الالترا ساوند ويفز بشكل اقل او ما بتردهاش خالص بسميها هايبو ايكويك اور ان ايكويك. ان ايكويك ده يعني امتص الالترا ساوند ويفز وما رجعش منها حاجه خالص. مثال زي الفلويدز، يعني مثلا ده اليورين بلادر، دي ستون، هنا ده فلويد. الفلويد هنا باين ايه؟ اسود. اسود يعني ما ردش اي حاجه من الالترا ساوند ويفز خالص. الفلويدز بتمتص الالترا ساوند ويفز ما ترجعهاش، فعشان كده بيبان ان ايكويك. طيب يعني ده الفرق ما بين الايكوجينيك او هايبر ايكويك، يعني هو الاستراكشر اللي سقطت عليه الالترا ساوند ويفز وردها او عمل لها ريفليكشن بشده البروب تاني فبيبان لي ابيض، بينما الانيكوك ستراكشر هو اللي امتص الالترا ساوند ويفز وما رجعش منها حاجه خالص، ما عملهاش ريفليكشن. الادفانس بتاعت الالترا ساوند، ايه الميزات بتاعت الالترا ساوند عن باقي الموداليتيز؟ الالترا ساوند بيمتاز بالتالي. رقم واحد هو نون انفيزيف. يعني ايه انفيزيف مانوفر؟ يعني مانوفر بضطر فيه مثلا اشك العيان، بدخل كاتيتر، يعني بيكون في انجر البيشنت، فطبعا الالترا ساوند نون انفيزيف. رقم اثنين نون ايونايزنج،
يعني ايه ايونايزنج؟ الاكس راي بنقول عليها ايونايزنج راديشن، لانها الاكس راي لما بتسقط على استراكشر معين ممكن تعمل له ايونايزيشن، يعني بتحول الاتومز بتاعته الى ايونز، تفقدها الكترون تكتسب الكترون، دي البروسيس اوف ايونايزنج. فبتعمل ايونايزيشن، ايونايزيشن دي بتكون هي السر بتاع الهازارد بشكل مين. الالترا ساوند از نون ايونايزنج، ما بتعملش اشعه غير معينه، ما بتعملش تاين في الاستراكشر اللي بتسقط عليها، فهي نون ايونايزنج. رقم ثلاثة بورتابل، بسهولة يكون في جهاز بورتابل اكس راي، سوري بورتابل الترا ساوند. حاليا جهاز الالترا ساوند بحجمه في حجم الموبايلات اللي هي التاتش سكرين، الموبايلات الحجم العادية في حجم الايد يعني، وبسهولة جدا ان انا بنتقل بجهاز السونار بتاعي واشوف العيان في اي مكان. رقم اربعة نون اكسبنسيف، فعلا سعر جهاز الترا ساوند يعني كلها اسعار بسيطة والفحص بتاعه غير مكلف. ريال تايم ايمج، يعني انا اثناء ما بصور العيان وبفحصه بكون شايف الستيت بتاعته لايف، يعني لو في ستون مثلا بيتحرك او في كونتراكشن في الانتستين او كده، انا شايف الامور دي كلها قدامي لايف، ريال ايمج، ريال تايم ايمج. من ضمن ميزات السونار ان هو بيستخدم فور مالتي سيستمز، ممكن استخدمه ترانسكرينيال، اخوانا بتوع الرمد بيستخدموه في العيون، نيك الترا ساوند، شيست الترا ساوند، ابدومينال، سكروتال، ترانس جينال، ترانس ريكتال، ترانس سوفجيال، سوفت تيشو، فبيستخدم مالتي سيستم. اخيرا الالترا ساوند ممكن استخدمه كدياجنوستيك وانترفينشنال، مش مجرد دياجنوز بس، لا ده انا الالترا ساوند كمان ممكن استخدمه في الانترفينشنال بروسيدور، زي ما ممكن اعمل درينج لابسس او باخد بايبسيز، كل ده ممكن يستخدم اندر جايدنس اوف الترا ساوند. لوبستكل، يعني هل معنى الكلام ده ان السونار ده هو السوبر ستار في الدايجنوزيس ولا يعلى عليه؟ كل حاجه في الامجنج موديلتيز ليها ميزات وليها عيوب. ايه الاوبستكل بتاعت الالترا ساوند؟ الاوبستكل بتاعت الالترا ساوند ممكن تكون كالتالي. رقم واحد الاير، والاير ده هو عدو السونار رقم واحد، طالما في اير بيعمل ديسوشيشن للالترا ساوند ويفز وما بقدرش اشوف حاجه تحتيها، بمعنى ان العيال لو عنده انفيزيما، لو عنده جاز ديستنشن، انا مش هشوف حاجه ورا الاريا اللي فيها اير، بتعمل ديسوشيشن الالترا ساوند ويفز بتاعتي وما بقدرش اشوف. رقم اتنين النان كوبريشن، السونار بيحتاج كوبريشن من عيان، بطلب يعني ينفخ بطنه، يريح نفسه، ينام على جنبه، لو البيشنت از نان كوبرتيف بيكون في صعوبه شويه في فحص السونار، زي الشيلدرن الاجيتيد بيشنت ستيرب كونشس ليفل. رقم ثلاثة الباندجز، لو عيان مثلا في عمل عملية وفي بلاستر على بطنه أو أربطة مختلفة وشاش وقص والحاجات المختلفة دي، الحاجات دي بتكون عائق بالنسبة لي للألترا ساوند، ما بقدرش أشوف من وراها حاجة. البون، طبعا الألترا ساوند مش هيعدي من البون، مثال ترانس سكرين الألترا ساوند، الترانس سكرين اللي بعمله لما يكون طفل صغير الانتيرو فونتانيل ستيل اوبن، طالما الفونتانيل قفل مش بقدر اشوف اعمل ترانس كيرين الترا ساوند. واخيرا الهير، وده يعتبر يعني ريلاتيف اوبستكل، ساعات بيكون مثلا عاوزين نعمل ترانس كيرين الترا ساوند طفل صغير والطفل كده شعره جميل وشعره كبير شويه، ممكن نضطر نعمل شيفنج علشان الهير بيكون عامل اوبستكل للالترا ساوند. ده مثال لفيتس الترا ساوند، ادي التراين كافيتي وفي الانيتيك فلويد، وادي بنشوف الموتاليتي بتاعت الفيتس جوه اليوترس. من الالترا ساوند يندرج الدوبلر. الدوبلر فكرته ببساطة هي فكرته ان الساوندز اللي ريفلكتد فروم موفينج اوبجكت هاز ا ديفرنت فريكونسي، الاصوات اللي بترتد من او بتصدر عن جسم متحرك ليها ترددات مختلفة. بمعنى ببساطة لو انتوا واقفين في الشارع وفي عربية واقفة جنبكم وادي الكلاكس، تسمعوا صوت الكلاكس ده ازاي؟ بيب ثابت صح؟ طيب لو انتوا واقفين على الطريق وفي عربية معدية جنبكم وبتدي كلاكس، بيكون صوتها ازاي؟ بيكون بيب بنفس ايه؟ الريت ده. ايه الفرق؟ ايه اللي حصل؟ ما هو الكلاكس صوته واحد والعربية واحدة، لكن الفارق ان صوت الكلاكس لما صدر من مصدر متحرك الفريكونسيز او الترددات اللي واصله لودنك في شكل صوت هي اللي حصل فيها تغير،
واثناء العربيه مقتربه منك بدا الفريكونسي ده يعلى، بي بيعلى لفوق، بينما العربيه لما مشيت بعيد عنك بي انخفض على طول. تمام، دي الفكره اللي استغلها علماء الدوبلر، او العالم دوبلر بمعنى اصح، هو الاسم الدوبلر ده على اسم العالم مكتشف الخاصيه دي. ففكروا ان زي ما الالترا ساوند ويفز تسقط على البيشنت وبترتد بسرعه ثابته، قالوا طب ما احنا الالترا ساوند ويفز دي لو سقطت على البلاد فلو، البلاد اللي بيتحرك ده، اكيد هترتد بسرعه متناسبه مع سرعه البلاد ده. اذا انا طالما عارف الردد بتاع الترا ساوند ويفز اللي صادره من الجهاز، وهحسب الالترا ساوند ويفز اللي راجعه دي ترددها قد ايه، من حساب التردد المستخدم والتردد الراجع هقدر اعرف البلد المعدي ده بلد سرعته قد ايه. مش كده وبس، ده انا ببدا احط كلر واقدر اصور اشوف البلد الدايركشن بتاعه رايح فين وجاي منين وهكذا. مش هنخوض في هذه القضيه كثيرا، لكن يهمني تعرفوا بس فكره الدوبلر عباره عن ايه، ان التردد لما سقط على جسم متحرك ارتد بترددات مختلفه متناسبه مع سرعه البلد اللي ماشي. الدوبلر ده بيستخدم في فحص الفاسكولار سيستم، بقدر اشوف في ابنورمالتي، لو في ستينوزس، لو في اي ابنورمالتي في الفاسكولار في الفيزنز المختلفه. الايكوكارديوجرافي بيندرج تحت بند الدوبلر برضه نفس الفكره، لكن هو بيفحص الهارت تحديدا في الهيمودايناميكس بتاعت الهارت. يعني ده مثال لصوره لايف للايكوكارديوجرافي، مش بتعبر عن شيء، لكن اتليست شوفوا شكل الكالر ممكن يكون لايف شكله ازاي. يجي بعد كده في المدلس بتاعتنا رقم 3 السي تي او الكمبيوتد توموغرافي. السي تي عامة هو عبارة عن اكس راي قبل ما تفكر في اي حاجة، لكن عبارة عن جهاز بيعتمد على الاكس راي وبيصور لي العيان في مقاطع. تمام، اللي اخترع الجهاز اللي هو السير هاونسفيلد سنة 1971 وحاز على جائزة نوبل سنة 79. هاونسفيلد ده هيهمنا اسمه قريب عشان تاخدوا بالكم من حاجة. ده شكل جهاز السي تي بتاعنا، هنا بيكون في الأنبوب بتاعة الجهاز والريسبتورز، وهنا العيان بينام على الترابيزة بالشكل ده. العيان بيكون كده، أنبوبة الإكس راي بتلف حواليه، الأنبوبة بتطلع إكس راي، الإكس راي دي بتخترق البيشنت وبيستقبلها ريسبتورز اللي بتحول لي الاكس راي دي الى صوره بشوفها على المونيتور على الجهاز بالشكل ده. طيب ايه الكيورد بتاعتنا في السي تي؟ اتفقنا ان الكيورد بتاعتنا على مستوى الاكس راي كانت اوباسيتي، كنا بنقول على الاوبجكت راديو اوبيك او راديو ترانسليوسن. على مستوى السونار كنا بنقول ايكوجينيستي، بنقول هايبر ايكويك، هايبر ايكويك اور ان ايكويك. على مستوى السي تي الكيورد بتاعتنا هي كلمه دنسيتي. الاورجن اللي بيبني ابيض بسميه هايبر دنس، والاورجن اللي بيبني رمادي او اسود بسميه هايبو دنس. طيب ده بيعتمد على ايه؟ ده بيعتمد على مدى البنتريشن بتاع الاكس راي للاورجن. تمام، على مستوى الاكس راي كان اقصايا اقول ان ده ابيض او اسود، هايبر كوك او سوري راديو اوبيك او راديو ترانسليوسن بمجرد النظر. لكن على مستوى السي تي بقى عندي فيه يونت بقدر احكم بيها على مدى الدنسيتي بتاع الاستراكشر ده. يعني مش كل الابيض هايبر دنس وبس، ومش كله الغامق هايبو دنس وبس، لا ده في سكيل عندي دلوقتي انا بقدر احسب بيه اعرف الاستراكشر قدامي ده دنس لاي ليفل. بمعنى مثلا الاير ممكن مش ممكن هو يعني هيبني اسود يعني هايبو دنس، تمام، والفات برضه هيبني هايبو دنس، في فارق بينهم في الدنسيتي في مدى الغمقان بتاعهم ماشي، لكن مش هعتمد على عيني بس في التفرقه بينهم، لا ده انا هعتمد على مقياس. المقياس ده اسمه هاونس فيلد يونت، اللي هي اختصارها اتش يو على اسم العالم مخترع السي تي. ازاي؟ انا عندي ستراكشر زي ده، بيكون عندي السهم بتاعي في الجهاز بحطه على الاستراكشر فبلاقي طالع لي مثلا الرقم معين بالهاونس فيلد يونت. مثلا لما احط السهم بتاعي والاقي الرقم اللي طالع حدود سالب 1000 بعرف ان ده اير. بينما لما الاقي اورجن اللي هو هايبو دنس الدنسيتي بتاعته طالعه اباوت من سالب 10 لسالب 300 بكون مثلا عرفت ان ده فات. لا حطيت السكيل بتاعي السهم بتاعي على الاستراكشر لقيته قايس من 0 ل 15 ده الفلويد.
الابيض بقى الهايبر دنس، مش كل هايبر دنس هايبر دنس يعني نفس الدرجه، لا، في الريسنت بلاد بيبقى لي هايبر دنس، الكالسيفيكيشن بتاع الهايبر دنس، الميتال كذلك، لكن الفرق بينهم بقى في مدى الدنسيتي. بمعنى انا بحط سكيل بتاعي على هيموريج ريسنت بلاد بالاي بي اس من 60 ل 90 زي الانترا كيرن هيموريج مثلا، بينما لو في كالسيفيكيشن بلاقيه بيقيس مور ذان 100 اكتر من 100، بينما الميتال بيقيس 100 بقى 300 و400 و500 وهكذا. فبقى عندي في الديفرنشيشن انا مش معتمد بس على مجرد نظري ان ده هايبودنس وده هايبردنس، لا، ده في سكيل بقى بيحدد لي درجه الدنسيتي بتاعت الاورجان، وده بيساعدني في الديفرنشيشن في طبيعه الاستراكشر او الباثولوجي اللي قدامي. ده بالنسبه للهانسفيلد يونت. هنسمع عن حاجه اسمها ويندو. هتلاقي مثلا في تقرير السي تي جاي لك الدكتور بيقول لك ده كمبيوتر توموجرافي اوف برين او برين سي تي بون ويندو اند بون اند سوفت تيشو ويندو. ايه الويندو ده؟ عباره عن ايه الويندو ده؟ عباره عن تغيير في السوفت وير بتاعي، بحيث ان انا بقدر اغير في السوفت وير اشوف استراكشر معين ان مور ديتيل. بمعنى لو بصينا على البرين سي تي ده، اعتقد ان احنا هنا شايفين البرين تيشو كويس، باين ان مور ديتيلز، تمام، كويس خالص. لكن لو بصينا على البون، البون كله باين هنا ان هو ابيض، ميه واحده، تمام. لكن لما انا ببص على البون ويندو لنفس المقطع مش شايف البرين تيشو كويس، صح، لكن شايف البون ان مور ديتيل. شايفين باين هنا اللايرز المختلفه بتاعت البون، الانر تيبل اوتر تيبل و الاستراكشر بتاعت البون باينه بشكل اكتر. ده بيساعدني مثلا لو عندي في فيشر فراكشر في السكال، اجي على مستوى السوفت تيشو ويندو مش شايفه، لكن على مستوى البون ويندو مثلا شايف هنا سوتشرز، شايفهم بشكل واضح، تمام. ده تغيير في السوفت وير، يعني فحصت العيان فحص واحد لكن السوفت وير بتاعي غير لي في مثلا عندي في لوحه المفتاح بتاعت الجهاز مثلا اف 6 دي مش عارف البون ويندو، اف مش عارف كام، السوفت تيشو ويندو اف ايه، ميد ستايل ويندو، وهكذا. بدوس عليها بتحول لي الصوره بحيث اشوف المور ديتيل الحاجة اللي أنا عايز أعمل فوكس عليها وأركز عليها كويس. ده مثال مثلا لانج ويندو ميد ستايل ويندو. حد يختلف معايا إن إحنا هنا شايفين اللانج ستراكشرز كويس خالص؟ أه. لكن ميد ستايل مش باينة طشاش. لكن هنا على مستوى الميد ستايل ويندو، لا، ده أنا شايف إن في ماس وأدي الهارت وأدي الانترفيتيكولار سيبتم وهكذا. فالويندو ده عبارة عن تشينج في السوفت وير بحيث بيغير لي الصورة، يبرز لي ستراكشر معين إن مور ديتيل. لكن هو الفحص واحد، انا ما فحصتش العيان اكثر من فحص واحد. ده مثال لايف لعيان انا بعمله سي تي ابدومين ويز كونتراست، ودي اللحظه اللي بيبدا الكونتراست فيها ديفيوزنج او يحصل انتشار لصبغه في ليجن معين في الليفر، وات ايفر كان الليجن احنا مش بنتكلم عنه، لكن بوريكم شكل المقاطع بتتاخد ان كونسيكونت ازاي. ده برضو مثال للسي تي ازاي بياخد المقاطع مثلا في المنطقه بتاعه النك، بتشوف الاستراكشر المختلفه ازاي. البون اهو بيبان هنا هايبر دينس، دي مثلا لارنكس وده السباين، وادي الفات اللي في السبكوتينس تيشو، وده الاختلاف في التيشو المختلفه من ناحيه الدينس. طيب ده برضو مثال تاني على مستوى البلفز، في البلفك بون هايبر دينس ازاي، ده الماسلز الدينس بتاعتها متوسطه، بينما الفات هنا هايبو دينس باين اسود زي ما انتم شايفين. شايفين الاير هنا في الانتستين باين اسود خالص ازاي، وهكذا. السي تي مش مجرد بياخد الاشعه في مقاطعه بس، لا، ده احنا دلوقتي في المالتي سلايس سي تي اللي هو الاشعه متابعه المقاطع، ممكن اعمل ريكونستراكشن للايمج واضيف اليها كالر واكوايرنج على 3 دي ايمج زي ما انتم شايفين. الموداليتي اللي بعد كده هي الام ار اي، الماجنتيك ريزونانس ايمجنج. الام ار اي بيعتمد على خاصيات فيزيائيه معينه اللي اكتشف ظاهره الرنين المغناطيسي العلماء بروسل اند بلوك سنه 1946 وخدوا جائزه نوبل سنه 52. الرنين من الاجهزه الادفانسد، والادفانسمنت فيه بيكون تايم باي تايم انكريز. بيعتمد فكرته على ظاهره الرنين المغناطيسي، وبيعتمد على تصوير ذرات الهيدروجين في جسم الانسان.
احنا عارفين جسم الانسان بيتكون مينلي من الميه، والميه المركب الرئيسي فيها هو الهيدروجين. فعلى هذا الاساس جهاز الرنين بيصور لي الهيدروجين اتومز بظواهر فيزيائيه معينه في جسم الانسان. ده شكل جهاز الرنين اول ما بداوا يخترعوه بالشكل الفظيع ده، والصور بتاعته برضو بالشكل الفظيع ده. بينما ده شكل جهاز الرنين حاليا، و الايمجز اللي طالع منه اللي بتكون ايدنتيكال للاناتومي بتاع الهيومن بودي. الرنين في منه نوعين مشهورين، وهو الاوبن ام ار اي والكلوزد ام ار اي. والفرق ما بينهم بيكون كالتالي: مشكله الكلوزد ام ار اي ان في بعض العيان بيكون عنده حاجه اسمها كلوستروفوبيا، اللي هو الخوف من الاماكن المغلقه، فاضطر العلماء انهم يصمموا الرنين المفتوح علشان التغلب على هذه المشكله. في اجهزه تانية من الام ار اي اسمها اكستريمتي ام ار اي، وده جهاز بيعتمد على تصوير اكستريمتي زي الريست، الالبو، الانكل، الني. وفي الدايناميك ام ار اي، وده بيعتمد على ان هو بيصور العيان وهو واقف او اثناء وهو بيتحرك علشان يكتشف السايلنت باثولوجيز اللي ممكن تختفي اثناء ما العيان بيتصور هو في الوضع النايم، الوضع الريكومبرنت العادي. اهم من انديكيشن او اي حاجه في الام ار اي تكونوا عارفين الكونترا انديكيشن وفي الام ار اي. الكونترا انديكيشن في الام ار اي ببساطه ان مفيش حاجه تقترب من الجهاز تكون لا حديد ولا مغناطه، لان الجهاز ببساطه اي حاجه حديده تقترب منه هيجذبها الجهاز اليه بسرعه رهيبه، اي حاجه مغناطه الجهاز هيمسحها. يعني العيان المركب بيس ميكر، العيان ده لو دخل على جهاز الرنين هيحصل فيه ديستربنس في البيس ميكر، ممكن العيان ده يموت. لو في اي العيان اللي فيه ايرون فورم بودي، اللي واخد مثلا عيان واخد شوتس دي، لو في الاي العيان دخل على الجهاز الرنين، الجهاز هيمزع الشوتس دي، هيطلعها من مكانها على طول، وهيعمل مور تروما للعيان. العيان مثلا فار ارم انجوري، العيان اللي مركب كليبس انتراكرينيال، الكليبسات بتاعه الانيوريزم ده برضه نفس الفكره، الجهاز هيمزعها من مكانها وهيحصل الانتراكرينيال هيموريج. طبعا زي ما انتم شايفين كل الحاجات دي كونترا انديكيت انها تدخل ناحيه الجهاز الرنين. طيب على مستوى الخسائر الماديه، لو مثلا عندك كارت بتاع الكارت الفلوس اللي هو الاي تي ام هيدخل على الجهاز هيدمره على طول، بطاقه الرقم القومي برضو فيها معلومات مغناطيسيه برضو الجهاز هيمسحها، كروت الاتصالات بتاع زمات ميناتيل والحاجات دي برضو نفس الفكره، لو دخلت على الجهاز الجهاز هيدمرها على طول. ده مثال مثلا حاجات الكوارث اللي ممكن تحصل لو دخل العيان على كرسي حديد عادي، هيجذبه الجهاز في لحظة وهيصطدم بالجهاز. برضو ده ترابيزة تخدير دخل بيها دكتور غلط في جهاز الرنين، الجهاز شفطها بمرة صح. ده سرير كامل عليه العيان مسافة ما دخل من اقترب من بوابة جهاز الرنين، الجهاز زي ما انتم شايفين ابتلعها بمرة صح. لأن جهاز الرنين، بصوا يا اخوانا، الجاذبية الأرضية قوتها نص جوس، جهاز الرنين يعني في المتوسط قولوا 1 تسلا 1.5 تسلا، التسلا الواحدة دي 10,000 جوس، يعني 1 تسلا قد الجاذبية الأرضية 20,000 مرة. فلكم أن تتخيلوا مدى جاذبية الجهاز لأي حاجة أيرن بشكل رهيب أكثر مما تخيل. طيب الام ار اي بنسمع عنه ده بنقول لك مالتي سيكونس مالتي بلينر. ايه معنى مالتي سيكونس ومعنى مالتي بلينر؟ مالتي سيكونس يعني الرنين بيفحص العيان في اكتر من سيكونس. في السي تي احنا اتفقنا ان انا بعمل فحص واحد للعيان، وبغير في السوفت وير بتاعي، بطلع منه بون ويندو، سوفتش ويندو، لانج ويندو، ميديستال ويندو، وهكذا. لكن في الرنين لا، الفحوصات بتاعته انا بعمل فحص كامل مختلف، بعمل فحص اسمه تي 1، فحص اسمه تي 2، فحص اسمه فلير، وهكذا. ايه فايدة الكلام ده؟ فايدة الكلام ده في حقيقة الأمر إن أنا كل استراكشر سواء كان فيسيولوجيكال أو يعني أناتوميكال أو باثولوجيكال بيكون ليه شكل معين في السيكونس المعين. بمعنى خلونا مثلا ناخد الفلويد، الفلويد بيكون شكله أسود في تي 1 وبيكون شكله أبيض في تي 2، كويس؟ تمام. طيب الفات، لا الفات بيكون أبيض في تي 1 وبيكون غامق اغمق شويه في التي 2، تمام، وهكذا. فكل ستراكشر بيكون ليه شكل معين في السيكونس المعين.
بمعرفتي لهذه الاشكال المختلفه بقدر اكون فكره عن الباثولوجي ده فيه ايه. يعني بمعنى صح، انا عارف ان الميه شكلها هنا كذا وهنا كذا، والهيمور شكله هنا كذا وهنا كذا وهكذا. لما بشوف فيه باثولوجي معين بقدر اعرف ان الجزء اللي فيه ده ووتر، والجزء اللي فيه ده هيمورج، والجزء اللي فيه ده سوفت تيشو، الجزء اللي فيه ده فات وهكذا. ده ميزه الام ار اي، ان هو ممكن يفرق لي باثولوجيكال في بين المكونات المختلفه للليجن. طيب مالتي بلينر، ايه معنى مالتي بلينر؟ يعني الرنين يقدر يعمل لي سكانز في اي دايركشن. احنا عارفين المين دايركشن بتاعتنا الترانسفيرز اللي احنا بنسميه الاكزيال والكورونال والساجيتال، لكن حتى ايفن في اي اوبليك دايركشن الرنين قادر ان هو يعمل لي سيكشنز في كل اتجاه. الكيورد بتاعتنا في الرنين هي كلمه انتنسيتي، بمعنى ان الاستراكشر اللي بيبان ابيض بسميه هايبر انتنس، بينما الاستراكشر اللي بيبان اسود بسميه هايبو انتنس. تمام، زي ما قلنا ان الليجنز او الاستراكشرز المختلفه ما لهاش صوره واحده في الرنين، لا ده هي بتبان في التي 1 كذا وفي التي 2 كذا. يعني بلغه الاحتمالات لو حطينا احتماليه لكل حاجه ان الحاجات ممكن تبان لي اما اسود في الاثنين في التي 1 وفي التي 2، او ابيض في الاثنين ابيض في التي 1 ابيض في التي 2، او ابيض هنا واسود هنا، او اسود هنا وابيض هنا. وعلى هذا الاساس يعني انا عشان تبقى الصوره بسيطه بالنسبه لكم، انا عارف ان الفلويد بيبان اسود في التي 1 زي هنا ادي السي اس اف، وابيض في التي 2 كويس تمام، بينما عارف ان الفات بيبان ابيض في التي 1 وريلاتيفلي هايبو انتنس شويه في التي 2. ولقيت ستراكشر في مكونات بتجمع بده وده، يبقى انا عرفت ان ده فات وده فلويد من الشكل بتاعه. تمام، طيب ده مثلا مثال للبرين، ده شكل التي 1 وده شكل التي 2 زي ما انتم شايفين هنا الفلويد باين ايه سي اس اف اسود في التي 1، بينما هنا باين ايه ابيض في التي 2. ده شكل مثلا مثال للسكشنز المختلفه بتاعت البرين في التي 2. شايفين الفلويد هنا، بصوا على الفلويد في اللاترال فنتريكل او الفلويد في الاوربت في الفيتروس هيومر بيبان ايه هايبر انتنس يعني ابيض. علشان من غير ما اتوه لو عايز افرق بين التي 1 والتي 2 ابص على اي فلويد، فرضا انها ابدومين ابص على النيورال بلادر لقيتها بيضة يبقى ده تي 2، لا سودة يبقى ده تي 1 وهكذا. ده مثال لايه؟ اللي فات ده كان اكزيال، لكن ده اهو ده المثال ده الاكزيال، بينما ده مثال للساجيتال ام ار اي، ده تي 1 ولا تي 2؟ ايه رايكم؟ ببص على ايه؟ على فلويد زي في الاوربت او زي اللي في الاتر فنتركل، طالما ابيض يبقى ده ايه؟ يبقى ده تي 2. طيب ده مثال لني، ده الني جوينت الاكزامينشن في الام ار اي، ده مثلا هنا الابيض ده افيوجن، طالما افيوجن ابيض يبقى ده ايه؟ تي 2. احنا كده خلصنا الايمجنج موداليتيز اللي بتخص اتليست قسم الاشعه عندنا بشكل رئيسي. في حاجه تاني زي النيكولر ايمجنج. النيكولر ايمجنج ببساطه فكرتها بتعتمد ان انا بحقن العيان براديو اكتيف ماتيريال، وراديو اكتيف ماتيريال دي الابتيك بتاعها بيختلف ما بين الباثولوجيكال استراكشر عن الاناتوميكال استراكشر، وبحط العيان على حاجه اسمها جاما كاميرا، فالجاما كاميرا دي بتستقبل الاشعات المنبعثه من جسم العيان، وعلى هذا الاساس بتديني الاماكن اللي فيها باثولوجي عامل هاي ابتيك للراديو اكتيف ماتيريال دي. فهو بنعتبره ان هو سنسيتيف بات نوت سبيسيفيك، يعني هو سنسيتيف بيشاور لي ان هنا في ليجن هنا في هاي ابتيك، لكن هل سبيسيفيك بقى في حاجه بتاخد ابتيك بشكل ابتيك بشكل؟ لا، هو ان جنرال يعني هو سنسيتيف بات نوت سبيسيفيك. في مور ادفانسد ايمجنج موداليتيز زي البيت سي تي، وهو اللي بيسمى بالبوزيترون ايميشن توموجرافي، وبرده البوزيترون ايميشن توموجرافي من الحاجات الهايلي ادفانسد خالص، والاجهزه بتاعتها في مصر لسه فيري ريسنت، وفي بعض الزملاء عندنا في القسم واخدين دكتوراه بتاعتهم فيها. وزيه برده السبكت اللي هو اسمه سنجل فوتون ايميشن توموجرافي، برضو ده نفس الفكرة من الحاجات الأدفانسد والاستخدام بتاعها يعني لسه مش وايد.
ان سمري ممكن نقول الايمجنج مودلز بتاعتنا بتنقسم الى الاكس راي، الترا ساوند، الدوبلر، السي تي، الام ار اي، اند راديو استرو سكان، بيت اند سبكت. الترا ساوند از ذا موست كومن يوزد موداليتي ان ديلي كلينيك لايف. الترا ساوند دي وايد رينج اوف يوز، سواء كان ترانسكرانيال في الاي، نيك، شيست، ابدومين، سكروتال، ترانسجينال، ترانسبيكتال، ماسكوسكيليتال اند سوفت تيشو. فكر في الالترا ساوند عامه كفيرست موداليتي، هو ممكن يخدمك، لو هيقدم لك خدمه يبقى كويس خالص، لكن مش معنى كده ان هو هيديك الفاينل دايجنوزس في كل حاجه. في حاجات هيحتاج الالترا ساوند ل اسيستنت في الدايجنوزس. الدوبلر ده الموداليتي اللي بتستخدم الالترا ساوند ان اكزاميشن اوف فاسكولار سيستم. الاكس راي ان سي تي ار يوزنج اكس راي، يعني انزل جراديشن، سو اتس كونترا انديكيتد ان بريجننسي. الاكس راي بيكون دايجنوستيك في سيتويشن، يعني ما تستخفش بيه، زي الفورم بادي انهاليشن، الانسال اوبستراكشن، النيوم بيرتونيوم، النيوم ثوركس، البون تيومرز. هتستغربوا لو اقول لكم ان البون تيومرز بنعتمد على الدايجنوستس فيها على الاكس راي مينلي. بمناسبه ذكر الاكس راي، الفورم بادي سوالو، نصيحه يا ريت اي حاله فورم بادي سوالو لازم تعمل لها اكزامينشن فروم ذا ماوس تو ذا ايمز. لازم كل الريسبيتور سيستم والجي اي تي يكونوا سكاند ان افري اكزامينشن اوف اكس راي. قبل كده عدت عليا حاله طفل صغير كان بقاله كذا يوم بلا حمله، الدكتور طلب له اكس راي على الابدومين، بينما انا طلبت له ان يكمل الاكزامينشن بتاعه على الابدومين وعلى المدخل الشيست والنك. فوجئت ان الفورم بادي ستيل لوجيد في قدام اللارنكس، وان الطفل يا دوبك اتحسن عشان الفورم بادي عدل الوضع بتاعه بينما هو مازال في مكانه. ده لا قدر الله ما كناش اكتشفناها، كان ممكن الطفل وهو نايم يتقلب يمين شمال، كانت الكوين دي هتسدله الريسبيتوري سيستم وهيكون الطفل لوست على طول. الفراكشرز في الدياجنوز بتاعها برضه في الاكس راي بتعتمد ان انا بصور وضعين وكل وضع فيهم عمودي على الاخر. ده بالنسبه لاستخدام الاكس راي ان جنرال. الام ار اي ده عباره عن هيوج ماجنت، ده مغناطيس ضخم، علشان كده لازم ما فيش اي حاجه ايرون اور ماجنتيك تقترب من جهاز الرنين، سواء كانت فورم بادي او بيس ميكر او الى خلافه. عامه بليز دونت راش تو ريكويست سي تي اور ام ار اي، لكن كوميونيكيت اند كونسلت يور راديولوجيست. مش عيب ان انا اتصل بزميل دكتور الاشعه واقول له بعد اذنك انا عندي حاله كذا، ترشح لها ايه من المودلتس المختلفه تو اتشيف ا جود دايجنوز. ثانك يو، شكرا، ومع تمنياتي بالتوفيق.